ما يميز وزارة الشباب والرياضة أن دايما في استدامة لخطط العمل. الحقيقة عامل العلاقات الإنسانية ما بين مصر وروسيا الحقيقة فكرة ورؤية من زعيمين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس بوتين على العديد من الملفات في هذا التبادل. أحد هذه الأعمال هي هذه الملتقيات للتبادل الشبابي الروسي المصري. الحقيقة احنا محافظين على هذا النجاح، سواء الشباب اللي بيتزور من خلال دور وعمل وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ووكالة الشباب الروسية، وأيضا بنتبادل في مع وزارة الرياضة الروسية، لكن احنا ابتدعنا موضوع آخر من خلال وحدة حساب وزارة الشباب والرياضة وشباب وزارة الشباب والرياضة لامتداد هذه العلاقة. الحقيقة قدرنا ان احنا كل ملتقى يكون له موضوع بحثي للشباب. مرة كان موجود اختيار الذكاء الاصطناعي، وبنختار يعني بالنسبة لينا في مصر بيكون في مرجعية علمية، اخترنا في الذكاء الاصطناعي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكان موضوع مهم جدا على رؤية تطوير الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه وتطويره ومدى الوقوف عليه يعني في مصر، وتم استعراضه أيضا للشباب الروسي. روسيا очень рада тому جدا للتعاون بين دولتينا بما في ذلك في تطوير السلات بين شبابين الدولتين. نحن نشكر السلطات المصرية على تنظيم المنتدى الشبابية المصرية الروسية الرابعة. مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التفاهم وتعزيز الثقة. أنا أمل وأنا سنستمر في تعزيز تعاوننا بين شعبينا.